اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا رمضان السنه دي جاي في اجواء وحقيقه وفي ميعاد ابريل ومايو، شهرين مهمين جدا لكل الرياضيين سواء كره القدم او الالعاب الاخرى، ومش هينفع نريح فيه ولا زي ما بيقولوا يبقى اجواء عائليه والكلام ده خالص. بالعكس، اغلب الرياضيين رمضان داخل في الماتشات والتمارين، خاصه ان احنا داخلين على بطولات كتير عالميه، منها طبعا اولمبياد طوكيو وايضا بطولات عالم كتير في العاب اخرى. فالرياضيين الحقيقه رمضان ده مش شايف خالص غير تمرين وجهد وعرق، بالرغم طبعا مع الصيام او بجانب الصيام. فكان لازم نكون مع ابطالنا وبطلاتنا في الالعاب الاخرى. النهارده احنا على موعد مع السباحه، معانا نجمين كبار من السباحه الحقيقه وولاد النادي الاهلي، وحققوا نتائج كبيره جدا وبيتمرنوا دلوقتي كل واحد منهم عشان يستعد لبطولات قادمه مهمه جدا. هيكون معانا طبعا بنرحب بيها في البدايه ساره سليمان، سباحة النادي الأهلي ومنتخب مصر، والحقيقة اللي حققت أرقام كبيرة نستعرضها مع حضراتكم. بس برحب بيك في الأول يا سارة، رمضان كريم. شكرا. برحب طبعا بسباحنا الكبير اللي لسه راجع من أمريكا، ما بقالوش يمكن أسبوعين قبل رمضان على طول، ودرس في أمريكا وقعد فترة طويلة ولعب بطولات كتيرة في أمريكا، وهو رجع مصر دلوقتي عشان بيستعد إن هو يحقق الرقم اللي أهله الأولمبياد طوكيو. بالمناسبة هو كان ثالث عالم للناشئين. معانا محمد سامي، برحب بيك يا محمد ورمضان كريم. اهلا وسهلا، الله اكبر. اهلا بيك يا محمد واهلا بيك يا ساره. رمضان كريم. التمرينات بقى بتختلف طبعا قبل رمضان عن بعد رمضان، فعايزين برضو ننقل للمشاهد فكره السباح، لان انت عارف السباحه مش لعبه شعبيه بقدر كبير، فاحنا عاوزين بقى نغوص فيها معاكم. حلوه نغوص دي، وتنقلوا لنا بقى فكره التدريبات بقى وقوه التدريبات والاختلاف بين الاجواء قبل رمضان وبعد رمضان. فممكن نبدا بساره ليديز فيرست يا محمد، وبعد كده نبدا بيه جاي لك انا. طبعا قبل رمضان التمارين بتبقى الفجر، 5 الفجر بقى 7، والجيم بقى بيبقى مثلا من 1 مثلا 3 كده. في رمضان طبعا الاوقات بتختلف خالص، بتبقى الجيم بتبقى قبل الفطار والميه من 9 ل 12 يعني، او من 10 ل 12. نفس التمارين يا محمد؟ يعني شبيهة. يعني أنا بتمرن جيم يا دوب قبل الفطار بحاجة بسيطة، بفطر تقريبا وأنا ماشي من الجيم، وتمرين السباحة بيبقى الساعة 7:30، فبفطر خفيف وبجري على التمرين على طول. يعني ما بيختلفش الأمر لو في مصر أو في أمريكا؟ نفس القصة؟ لا في أمريكا، لا طبعا لا في أمريكا مفيش حاجة هتتغير في السيستم في التوقيتات، فالصيام هناك بيبقى صعب جدا في الوقت، لأن أنت بيبقى عندك تمرينتين، تمرين الصبح من الساعة 6 ل 8 وبعديها الجيم من الساعة 10 ل 11:30، وبعدين هرجع اقوم تاني من الساعة 2:45 لغاية 5. والفطار كمان هناك الساعة 9 مش كمان 6. هو مديني انطباع ان هو بيفطر. لا 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 لا، بقول لك ان بيبقى الموضوع فيه مشقة كبيرة، وعشان كده هو يمكن رجع قبل رمضان يعني. لا لا، انا يعني انا ما قضيتش رمضان هناك في اي وقت غير تقريبا قعدت 10 ايام في اول سنة ليا وانا هناك، وكانوا من اصعب العشر ايام. عذاب يعني اليم. ها يعني لا لا لا، التمرين الثانيه كنت على طول اول ما انزل امسك دماغي كده، انا مش قادر، عندي صداع يعني. ما برضه ساره خلي بالك، يعني انت اكيد برضه بتتعرضي للظروف دي، واكيد برضه التمرين قبل الفطار بيبقى مشكله، خاصه انت ما شاء الله برضه 17 سنه سنك صغير يعني. طب بتعملي ايه؟ هل مثلا بتحتاجي تنامي ازاي؟ خلي بالك الوقت النوم مهم عشان تقدر تحسن المستوى. بتنامي ازاي في رمضان؟ طبعا بتسحر يعني بدري مثلا 12 او حاجه، بعديها بنام على طول عشان بقى زي ما قلت الجيم وكده. بس بقى بفضل صايمه بقى وكده، بروح الجيم لما ارجع بقى بفطر وكده، بعد كده اقعد شويه، بعد كده انزل بقى التمرين الساعه 10. تمرينك في الجزيره صح يا ساره؟ لا لا، مدينه نصر. مدينه نصر. طب وهو انت كنت لعبتي بطولات ناشئين، خدتي فيها، كانت في قبرص على ما اتذكر صحيح؟ وكمان لعبتي العاب افريقيه يمكن قبل كورونا، حققتي فيهم ايه؟ قبرص ما كنتش، كنت لسه صغيره ما كنتش عملت حاجه يعني، شاركت فيها. وبتاعه المغرب بقى اخذت تاني في المي بريست، وفي ال 50 بريست تاني برضو. بس بعد كده بقى التتابع. يعني انت دي سباقاتك، ال 100 بريست وال 50 بريست والتتابع، دي السباقات بتاعتك. ودي انت بتحلمي في يوم تشاركي في الاولمبياد يا ساره؟ ان شاء الله طبعا. وانت شغاله، ودي يمكن دي صور بيعرضوها طبعا مجموعه من الكؤوس ليكي، يعني يمكن كابتن وائل عزت متوقع لك مستقبل باهر ان شاء الله. طموحاتك يا ساره، طموحاتك ايه؟ الاولمبيكس ان شاء الله طبعا. ان شاء الله قدرا ان شاء الله تعوضي تجيب لنا ميداليات بقى كده. ان شاء الله. انت قلتي قبل الهوا 17 سنه صح؟ عرفت ان انت في
عبلة عادل خيري عبرت المنش عندها 13 سنة. تأخرت شوية. تأخرت انت شوية. طب بطولتك يا محمد بقى. خلي بالك يا أحمد أنا مش هقطعك. محمد بيستعد للأولمبياد. يعني هو كان بيتمرن عليه خلف الله سباحنا الكبير طبعا وابن النادي الأهلي. وبيستعد دلوقتي عشان يحقق الرقم اللي وصله للأولمبياد. بعد اللقاء ده معانا كابتن هيثم هيبقى عبد اللطيف أبويه في القرن الجديد. إن شاء الله. إن شاء الله. لا البطولات بقى أنت قلت إن معظم البطولات لعبتها بره في أمريكا. فالمراكز اللي أنت قدرت تحصل عليها ولو شاركت في بطولات هنا إيه البطولات اللي أنت خدتها؟ أنا هنا كنت أول جمهورية وخدت كأس أحسن سباح على يعني على مدار سنين من وأنا عندي 11 سنة. و في بطولات افريقيه وعربيه انا اول افريقي. ودي صور ليك وانت في امريكا صح؟ دي صور ليا وانا في امريكا. بس شكلك مختلف خالص. شكلك وانت في المايه غير خالص. اتفضل يا فندم. بس هي هذه علي خلف الله موجود. علي خلف الله معاك سباحنا الكبير طبعا. بس فانا عندي البطولات هناك انا اخذت اول في الكونفرنس ميت بتاعنا اللي هو الفرق ما بين الجامعات 14 جامعه. خلي بالك انت نطيت كده بطوله العالم للناشئين. قبل ما اسافر طبعا مصر كان في نادي لاهلتك انت ثالث على ناسي بطولاتك يا محمد. لا ما شاء الله كتير يا محمد كتير هو بينسى ما شاء الله. لا اهم حاجه ما كنتش متوتر. لا 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 ثالث عالم. كنت ثالث عالم ناشئين 2015. دي كانت اول ميداليه بعد فريد عثمان في ودي كانت اول ميداليه في الاولاد فراشه. الفراشه بتاعتنا صعبه الفراشه عمس يعني عم صعب يعني لقبها الفراشه. لا 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 لقبها الفراشه. بس انت سباقك ايه؟ انت سباقك انا سباق 50 باك 50 باك ده اللي كسبت فيه. افتكرت انت سباق فراشه عشان كده انما انت لا لا باك. بس بعدين انا كنت اول افريقيا في بطوله افريقيه 2018 في الجزائر كنت واخد تقريبا 13 ميداليه ذهب. دي ما شاء الله ما شاء الله. لا شوفوا لنا الصوره بتاعه 13 ميداليه دي يا جماعه ضروري يعني. أو رقم طب ما جبتهمش معاك ليه؟ جبتهمش معاك ليه يا محمد؟ ما جبتهمش معاك ليه؟ عملت وقت قد ايه في ال 50 متر؟ في ال 50 متر لسه جاي في 2019 ده رقم مصر 24.94 ما شاء الله. كنت اول واحد اكسر 25 في مصر في ال 50 ظهر. وعندي المياه حره 48 ثانيه 92 ده برضو رقم مصر في العمومي. وبس يعني وادينا بحاول اتاهل للاولمبياد ان شاء الله. ساره انت عارفه الارقام دي عارفه ان طبعا الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي الحالي كانت اول سباحه مصريه في الجيل الجديد تكسر حاجز ال 100 متر في دقيقه وال 50 متر في 28 ثانيه. انت بقى ارقامك ايه في ال 100 متر وال 50 متر وطموحاتك ايه؟ ماشي. في ال 100 متر انا عندي دقيقه 12 وال 50 32 ده في ال 50 مين بريست. تمام قريب جدا 4 ثواني. مش 4 ثواني كتير. الاربع ثواني في السباحه كتير يعني. بس هي قادره ان شاء الله ان هجيبه يعني الارقام دي تعوضها يعني. انت بروميسنج ويعني ان شاء الله تحقق الارقام دي. طيب يعني المفروض انت معدل الريت اللي انت بتحقق بيه الارقام يعني انا مثلا بقول ان انا في السنه هكسر ثانيه هقل ثانيه انت الريت اللي ماشيه بيه قد ايه؟ يعني ثانيه ثانيه بعد قد ايه مثلا ممكن تقلي؟ بعد قد ايه تمرين سنه ست شهور في العادي؟ مثلا ست شهور ممكن تقلي عن رقمك سنه ثانيه. طب وهو انت قلت لي ان في بطولات جايه انت بتستعد لها ساره. بطوله دي لسه في حبه كده مثلا في شهر 9 فلسه قدامنا حبه. مش بتفكري تشاركي في اي حاجه دوليه خلال الفتره دي مثلا او بطولات ممكن ما تطلعيها؟ لسه ما فيش عشان الكورونا وكده فلسه دلوقتي ما فيش حاجه. طب انت اصلا كنت مراني ازاي في كورونا يعني الفتره اللي فاتت في الحظر واللوك داون اللي حصل في مصر كله انت اتصرفتي فيه ازاي اتمرنتي ازاي؟ طبعا كانت في فتره كبيره قوي لما كنا قاعدين في البيت كنا كلنا قاعدين في البيت. بس بعد كده بقى لما بدانا المحلات بدات تفتح وبدانا ننزل شويه بدانا تمارين. بس بقى التمارين بيبقى مختلف يعني مثلا بيبقى ماكسيمم 2 في الحاره. طبعا تباعد. بالظبط تباعد. بس كده وده بتجيبوا نفسكم تاني والدنيا كانت ماشيه كويس. يمكن برضو اروح لمحمد بعد اذنك احمد لانه فضل. الاكل اكيد في امريكا كان عنده مشكله كبيره تاكيد. كنت بتعمل ايه؟ كان بيفطر. مش نعمل حاجه غير ان احنا ناكل. يا طبعا صعب العيشه بره لوحدك يعني كان مفيش حاجه انت لازم تطبخ لنفسك لازم تعمل لنفسك. كنت فطبعا يعني تعلمت ايه بقى؟ تعلمت ايه؟ والله مش عارف يعني يعني كنت بطبخ ستيك برجر حاجات اللي كلها سهله يعني مجرد كنت في انديانا صح في ولايه انديانا كنت في ولايه انديانا جامعه انديانا كان في مصريين سبقوك هناك كان في مصريين هناك مروان القماش وعلي خلف الله اثنين متاهلين للاولمبياد و
مروان لسه بيعوم هناك، علي بيعوم في امريكا برضه في السعوديه. قالوا لي ان مجمع كبير سباحه في انديانا، جامعه انديانا مجمع سباحه كبير. هي الجامعه نفسها قويه، احنا كنا ثالث اقوى جامعه في السباحه لمده سنتين، اخر سنتين يعني. السنه دي طلعنا السادس، بس انا ما كنتش يعني، انا كنت خلاص اتخرجت ما بقومش معاهم. بس لا يعني، جامعه من الجامعات القويه في الدوري الاولاني بتاع السباحه. انت كنت عايش لوحدك ولا عايش في يعني في سكن الطلاب؟ ولا اصل انت بتبقى اول سنه لازم تعيش في اول سنه لازم تعيش في سكن الطلاب بالزبط. بس بعد كده بتعيش لوحدك في بيت بره مع ناس معاك في الفريق عاده علشان تبقى بالظبط يعني كلنا في نفس الوحده تخليك تتجنن يعني طبعا اكيد. لا بس لازم عشان تنجح لازم تعدي بالصعوبات دي، وكلنا شايفين نموذج الكابتن محمد صلاح في الكوره، فحتى في السباحه. وده اللي هيخليني اسالك، احنا كنا في السباحه متطورين جدا بشكل كبير جدا، سابقين العالم بشكل كبير جدا. يمكن الاتحاد الدولي للسباحه اعلن في القرن العشرين ان السباح عبد اللطيف ابو هيف هو سباح القرن، وده واعظم سباح مسافات طويله، ويمكن عبر المانش وخد خمس ميداليات او خمس مرات متتاليه بطوله العالم. وكان عندنا السباحه مزدهره جدا في الخمسينيات والستينيات، وخليكي برضو مركزه صراحه عشان كان رجال ونساء طبعا، وعندنا نجوم كتيره جدا. ايه اللي احنا شايفينه دلوقتي، او ايه اسباب اللي تخلي النهارده السباحه المصريه مش على الدرجه اللي كانت فيها في فتره الخمسينات والستينات والسبعينات؟ تشوف واحد زي فيليبس مثلا بيحقق 28 ميداليه في الاولمبياد، ايه اللي ناقصنا كسباح مصري او سباحه مصريه اننا ننافس المستويات دي؟ هي اللي ناقصنا المنظومه نفسها انها تبقى كامله، الحاجات ان احنا نلاقيها كلها سهله، الفاسيلتيز نفسها تبقى كلها موجوده. يعني هنا انا كان عندي قبل ما اسافر كان كل حاجه كنت بروح علشان اروح من المدرسه للتمرين 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 الثاني للتمرين بعد كده للسباحه، الحاجات دي كلها كانت بتاخد وقت طويل. فالفكره هناك انا في الولايه عندنا في انديانا، انا يعني بركب عربيه خمس دقائق بكون في اي مكان تقريبا، فكله قريب من بعضه مع التجهيزات الكامله اللي موجوده تخليك في مجتمع بيشجعك على انك تبقى احسن، عن ان انت في حاجه بتشدك لورا او في حاجه يعني نركز في السباحه. بس احنا هنا بنبقى اللي هو يلا ننزل نخرج، لا احنا عايزين نخرج، احنا ما بنشوفكش، احنا ما بنعملش. فتحس ان المجتمع نفسه ساعات بيأخرك في حته مش هي دي الصح، مش هو ده اللي احنا فيه. بس يعني انا شايف ان احنا بدانا نتحسن كتير قوي في الحته دي. وحتى يعني السنين اللي فاتوا دول، احنا 2015 كان 2016 في اولمبياد 2016 كان في خمس سباحين متاهلين للاولمبياد، عن قبل كده كنا بنطلع بسباح او سباحه لمجرد المشاركه باسم مصر في السباحه. بس ينقصنا ميداليه يعني، فعلا انت بتتكلم صح ان احنا الكيرف طالع. ما بس احنا في اتجاهنا للحته دي، بس هي المشكله ان احنا عارف زي ما حضرتك قلت احنا متاخرين فيها. ولما تاخرنا فيها هو السباح طبعا عبد اللطيف ابو هيف كان بيعوم مسافات طويله، احنا حصل عندنا فجأة جاب في حتة المسافة الطويلة، ما بقاش حد بيعوم مسافات طويلة، بقينا حتى كلنا بنعوم في البسين في 50 متر صحيح. ما بقاش في عوم في البحر، ما بقاش في عوم في المانش، ما بقاش في الحاجات دي، ما بقاش ليها التشجيع اللي زي كان عندنا زمان. فعلشان كده ده يمكن اللي يعني، هو احنا ما تأخرناش بس احنا ما كناش سابقين في الحتة دي كتير، فاحنا بنحاول نقرب على الناس. انا بقول لك عبد اللطيف ابو هيف بطل عالم خمس مرات. لا طبعا، لا انا مش بقول لك، انا بكلمك مثلا، قصده ان ما عندناش العدد الكبير اللي كان. بس انا هاخد من كلامك نقطه، لان انت برضو قلت نقطه مهمه جدا، انا ارجع لك يا صبر. بس انت قلت فكره ان المنظومه عليها عامل، وكمان احنا كافراد في المجتمع فكره الخروج واننا نسهر واننا برضو عليه عامل كبير جدا، ان هو هنا بقى فكره الافراد. ما دي فكره الفرد وفكره ان انت لازم تبقى عندك يعني العزيمه ان انا لا انا يعني انا ده الصح، ده الاصح عندي. لازم فكره التضحيه ان انا هضحي بالوقت اللي انا هبقى مبسوط فيه او فرحان فيه علشان الميداليه اللي انا هبقى فرحان بعد ما اعملها، عن ان انا انزل اخرج واتفسح وبتاع وفي الاخر اقول انا ما عملتش النتيجه اللي انا عايز اعملها. خلي بالك الفكر ده هو يعني يمكن مش وليد اللحظه دي، تراكم خبرات وتراكم سنوات هو قضاها بره، فشاف الناس بتفكر ازاي. بالظبط، ما عشان كده سالته الاسباب الفوارق اللي بيننا وبين الخارجي. وانا يهمني برضو اعرف راي ساره، لان ساره مثلا ما بتعرف تضحك، لانه طبعا ساره من ساعه ما عرفت ان في طفله 13 سنه عدت في الماتش لا قولي لي يعني الفكر ده موجود عندك، يعني انت ما سافرتيش بره بس في لاعبين مثلونا طلعوا بره ورجعوا بالفكر ده، لمستيه؟ هل بتحاولي تطبقيه في حياتك؟ هو
مبدئيا كده انا ماليش في الكلام الكبير ده خالص ف لا يعني مش قصدي يعني انت برضو محتاج تضحي، انت عايزه تجيبي ميدال، عايزه تطلعي اولمبياد. خلينا ابسط لك السؤال، انت في عوائق التدريب ايه مشكلته مع الدراسه؟ هل الخلط ده بيعمل لك انت يعني بيأثر عليكي بشكل سلبي او حاجه زي كده؟ بتقول تمريناتك الفجر وبتقولي كمان تمريناتك ال 12 بالليل ومعاكي دراسه، انت لسه 17 سنه يعني ما شاء الله، يعني العمر كله ليك ان شاء الله وتبقي سباحه ماهره يعني، لكن اكيد مشاكل الدراسه والحاجات دي ممكن هل بتاثر عليكي بتعيقك بشكل او بتعطلك عن تمرينك؟ هو طبعا عشان اتعودت وكده، ف بصحى مثلا تمرين الفجر فبعديها بروح على المدرسه، فبحاول اظبط الوقت وكده، ولما برجع بيبقى فيه عاده تمرين تاني بعديها لو قادره بقعد اذاكر غالبا. طب حتى الحاجات اللي انت بتحبيها بلاش المدرسه يعني، هل خروجاتك مع اصحابك، سفرك مع اسرتك مثلا في الصيف، الكلام ده اكيد بتضحي بيه يعني، في اوقات كتيره جدا هم يسافروا وانت تفضلي. صحيح هو ده الكلام اللي بنقوله يعني. فشايفه ان ده حاجه بتضايقك ولا انا لا عندي استعداد ان ادفع الثمن عشان اقدر اجيب ميداليه؟ طبعا يعني بتضايقني لما بلاقي كل الناس مثلا في الصيف مسافره وانا قاعده في البيت بتمرن، بس طبعا بتبسط بعد كده زي ما محمد قال. لما الاقي نتيجه وكده للتعب اللي انا تعبته. النجاح بينسي كل حاجه. صحيح. بس كويس انت يعني مشروع منتاليتي مظبوطه طالعه صح يعني، ما شاء الله صغيره بس انت ماشيه على التراك المظبوط يعني. شاطره في المدرسه بقى على كده؟ لا احنا في رمضان. لا لا شاطر. خلاص هو بابا وماما قاعدين بقى بيشوفوا، هم اللي هيشهدوا ان انت شاطره ولا مش متعبه معاهم. بس بمناسبه بقى بابا وماما، مين اللي بيتعب معاكي اكتر، بابا ولا ماما؟ هما طبعا الاثنين، بس ماما بتوديني التمرين وتجيبني وكده. فعلا لازم، ما فيش سباح او سباحه او لاعب رياضي سالته احمد مين بيتعب معايا اكتر، يقول الاثنين. انت لو سالت بناتي في اي حتى بعيد عن السباحه هيقول لك ماما، انا مش عارف ايه العنصريه اللي انتوا فيها دي. يمكن محمد يقول حاجه ثانيه مختلفه. يعني والله هما الاثنين كانوا دايما واقفين في ظهري يعني في التشجيع. مين اكتر سبورت ليك؟ مين دعمك؟ مين اصلا اللي خلاك تفكر انك تروح المجال ده؟ خاصة ان احنا عارفين زي السباحة من الالعاب اللي هي بعيد عن كرة القدم، فبالتالي مين اول حد قال لك ان انت تقدر تحقق حاجة في اللعبة دي؟ هي والدتي يعني، والدتي هي اللي كانت بتقوم زمان يعني. لا بس اجابة والصراحة يعني مش مهم احنا عايزين اجابة ايه، بس الصراحة لازم تتقال. كمل يا محمد. هي والدتي اللي كانت بتقوم معايا، وبعدين يعني والدتك كانت سباحة؟ كانت بتعوم زمان. كانت سباحة زمان. عرفت الإجابة فين بقى؟ كانت في النادي الأهلي ولا خارج النادي الأهلي؟ لا كانت خارج النادي الأهلي. بس بتعوم؟ كانت بتعوم. بس هي بطلت وهي صغيرة يعني، بس هي اللي دخلتني في موضوع إن أنا أجرب موضوع السباحة، وواحدة واحدة الدنيا اتحسنت مع المدربين. طب إزاي أنت ليك إخوات؟ أنا ليا أخت. طب إزاي قلب مامتك جالها الجرأة إن تقول لك سافر أمريكا وروح؟ خلي بالك انت الوحيد يعني، ولد الوحيد وفي البنت الوحيده، فبيبقى صعب جدا على الام انها تقول لابنها الوحيد سافر. هو والله كانت صعبه على الاثنين يعني، هي كانت صعبه في كل الاحوال، بس هم عارفين ان هي كانت ان انا كنت محتاج. لا الاب ممكن يدوس على قلبه، الام لا. بس يعني تحيه لوالدتك، لان في حقيقه قرار كان عايز شجاعه، وهي دلوقتي شايفاك ما شاء الله اكيد على الشاشه فرحانه بيك. الحمد لله. فانت ما خذلتهمش. انت عارف يا محمد ان النادي الاهلي له باع طويل جدا في السباحه من البدايات يعني، يمكن اول حمام سباحه في النادي الاهلي كان 1945، وكان عندنا فريق بطل للناشئين والناشئات 1965. ف ده دفعك ان انت، انا عرفت ان انت قبل الهوا كنت في نادي اخر وانتقلت للنادي الاهلي. قيمه النادي الاهلي مثلت لك ايه بقى في اللعبه دي؟ والله قيمه النادي الاهلي في اللعبه، انا بما اني كنت بعوم في نادي تاني، فانا كان دايما عندي المنافسه بالنسبه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي دايما عنده سباحين كتير، عنده المكسب يعني، هو دايما بيبقى اقوى في البطولات، ففكره ان انا بنافس السباحين نفسها دي اللي كانت صعبه. فلما انضميت بقى للحته دي، بس انا طول عمري يعني بقى الموضوع احسن لي، بس انا طول عمري انا اهلاوي من يعني من صغري في كده يا عم الكوره. لا يعني عملت ايه في هدف محمد شريف؟ بنيت الناس. شفت الماتش اللي فات؟ شفت الماتش. شفت ايه يا ساره الماتش اللي فات؟ انت كليك كنت قاعده بتذاكري. ساره في السباحه والمذاكره. طب الله يكون في عونها، لسه هي مصدومه 13 سنه عدت المنطقه. طب محمد وساره بقى السؤال يعني مشترك ليكم انتوا الاثنين، بما انكم في النادي الاهلي، حاجات بقى في حياتكم الشخصيه استفدتوها من وجودكم داخل النادي الاهلي؟ احنا دايما عندنا حتى يمكن كلمه عند الجماهير بيقولوها دايما، الاهلي عندي بالحياه. فبالتاكيد في مواقف كتير جدا بعيد عن الرياضه بنستفيد على المستوى الشخصي بقى، المستوى الاخلاقي، على مستوى حياتكم بقى، استفدتوا ايه من وجودكم داخل النادي الاهلي؟ ده مش سؤال صعب بقى صار؟
نبدا بمحمد يمكن يغششك الاجابه. اتفضل يا محمد. يعني ما بتحس انك عندك الظهر نفسه، عندك يعني الكيان كما بنقول، هو يعني انت يعني عيله واحده بنتحرك. يعني لو في اي حاجه محتاجها ترفع سماعة التليفون كابتن وائل عزت، انا عندي مشكله كذا تلاقي المشكله اتحلت على طول. دي الفكره، انك تعرف تلاقي كانك بتدور على بابا اللي هو صحيح. انا محتاج كذا، فتلاقي الحاجه موجوده على طول. صحيح. لكن استفدت انت بقى ايه بقى؟ ده انعكس على حياتك انت الشخصيه في ايه؟ يعني مثلا تبقى رقم واحد دايما حتى في المجالات الاخرى غير مجال السباحه، انك دايما عندك اصرار على انك تكون في المقدمه، انك دايما عندك اصرار انك تكون الافضل. ما بغششك ها؟ ما ده طبعا علشان يعني لما تلاقي دايما النادي الاهلي اول في يعني في كل شبه الرياضات، فبالنسبه لك ده حاجه ان انت تخليك ان دايما المينتاليتي بتاعتك انا عايز دايما ابقى كسبان، لازم دايما ابقى في الاول، لازم دايما ابقى بشرف ده، لازم يعني زي ما في اي وقت حتى لو بتيجي يعني ده ينطبع في العكس كمان، ان انا لما تروح للمنتخب انت عايز مصر تبقى اول حاجه، مش عايز دول ثانيه تبقى قدامك، مش عايز اي حاجه، فبتعلي من التنافس يعني. صحيح. طب ساره قول لنا بقى رايك. طبعا اهل طبعا ده، وبعدين بس ايه ما كنتش حاجه. انت اتعلمتي ايه في الدراسه مثلا، في حاجه في حياتك الشخصيه استفدتيها من وجودك داخل النادي الاهلي؟ طبعا لما مثلا يبقى في امتحانات او كده في المدرسه، طبعا ببقى حاطه قدامي اللي هو انا فعلا ببقى جاهزه ان انا اطلع الاولى او كده، عشان النادي الاهلي زي ما محمد قال دايما في معظم طبعا الرياضات دايما الاول وكده. ف اكيد ان شاء الله يا ساره، طبعا بنتمنى ليكم تحقيق احلامكم وان شاء الله تعدي المنش، وانت محمد باذن الله تكون اسم في تاريخ الاولمبياد ويحقق لنا ميداليه. سعدنا بيكم النهارده في ليله جميله في رمضان في بيتكم في الاهلي في قناه النادي الاهلي. ان شاء الله تحققوا الميداليات. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي هنروح لفاصل، وانتظرونا بقى مع نجم من نجوم الجيل الذهبي للنادي الاهلي بعد الفاصل ان شاء الله، كابتن محمد حشيش واسرار كتيره جدا، انتظرونا.